السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في فقرة جديدة من خذها كاش. أولاً أقدم اعتذاري على التأخير اللي صار في فقرة اليوم بسبب يعني تغيير في اللوكيشن لأسباب معينة ممكن تشوفونها إن شاء الله بعد الفقرة، فاضطررنا أننا نتأخر شويات. عموماً الله يحييكم الله يصبحكم بالخير، ورحب بضيوفي الدائمين نفاد معيان الله يحييك. يا مرحبا. مسي على نفسي الطائرة الشريفة الشجاعة الباسلة أولا، ثم مسي عليكم زملائي النقاد. افتح مايكك يا الشجاع يا الباسل، افتح مايكك، افتح مايكك الله يرحم والديك. لا مهم مني ترى راجع منيب. ومسي على نفسي الطاهرة الشريفة الباسلة أولا الطيبة رحمها الله وغفر لها، ثم أمسي عليكم زملائي النقاد، ثم أمسي على السادة المشاهدين، ولا أمسي على المتسابقين أبدا إلا مصرد لأنه طيبنا. الله يحييك، حياك الله أبو عبد الله. الله يرضى عليك. يا مرحبتين. أخوي عبد الخالق، رحب فيك ورحب سادة المشاهدين سواء عبر الشاشات أو عبر البث المباشر، الله يطيب فالك يا حبيبي. أنا أمسي على الجميع، على كل من في الكرة الأرضية، على المتسابقين، على الجمهور. أنا لا أكره أحد مثل بعض الناس، ولا أنتقص من أحد. أنا أرحب بالجميع ومتسامح مع الجميع صراحة، فحياهم الله ويا مرحبا ومسهلا. يعني رحبت، شو قلت يا عبد الخالق يا اخي؟ ايش مشكلة الكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية كلها. بيض الله وجهك، والله انك اسطورة يا اخي. اليوم عبد الخالق دقيقة، تبي الصدق؟ اليوم يا اخي قلبي فراشات صراحة، انا سعيد. المنتجع يعيش في 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 رغد من السعادة والتآلف والمحبة. اسمع اصوات العصافير، اسمع فيه 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 روح حلوة صراحة. اهدى يا نزار قباني. لا نزار قباني فهد قاعد يعيش قصة حب فهد. أنا الله يحييكم جميعا، يا مرحبا. وإن شاء الله عسى دوم الفرحة ذي والانبساط ذا يا أبو عبد الله. نواف الله يحييك، يا أهلا وسهلا، يا مرحبتين. صباح الخير، صباح عليك وعلى الأستاذ فهد معيان، على الأستاذ سعود وعلى أخواني المتسابقين والمشاهدين كذلك. أنا جدا سعيد اليوم، مبسوط لأني في مكان بعيد وفي زاوية الحالي، اللهم لك الحمد، يعني أعيش في نعمة عظيمة جدا جدا جدا، أكيد المتابعين يعرفون. للأسف أن النعم تزول بسرعة. الله يحييكم. طيب يا شاب، أنا قبل أبدأ في تقرير اليوم، بما أن في هنا في الخيمة وهنا غالبا تكون فقرة، غالبا إلا هي كذا دائما فقرة دروازة تكون هنا، صحيح، خلوني شوية أستعرض عن فقرة دروازة. كيف شفتها الأيام اللي فاتت بما أن ما تكلمنا عنها قبل؟ يعني أنا ولا السؤال عندي ولا عندي عندك؟ كلنا يسار طلع بس عيني لك. حاضر. فقرة الدروازة فقرة مميزة، يعني أبدع فيها راكان وشخبوط. الضيوف كانوا فيها جيدين ومميزين، حضروا شعراء جيدين ومشهدين جيدين كبار، احترمهم وأنا ودهم. لكن باق طيان كما ذكرت أمس أنه كان مقصر مع فقرة الدروازة كثيرا، شفنا تعديله اليوم ما شاء الله تبارك الله، يعني على حسب ما أسمع مع الأستاذ وليد قشران إن شاء الله بقى طيان يتعدل. فقرة الدروازة فقرة مميزة، نتمنى لها الاستمرار، نتمنى يجيبون ضيوف أقوياء يعني كما عدناهم وأقوى، نتمنى أن الرتم يرتفع كل فترة. اسمح لي يا فهد معيان، ودي أصحح لك معلومة مهمة، وأنت ناقد ممتاز وأقدر طرحك وأقدر معلوماتك، بس ودي أعطيك أضيف لك معلومة. أضف. اللي نسق طيوف الدروازة هم نفسهم راكان و لا انا كلمت اي طيب فباقي طيب ما له علاقه لا ما قلت بالنسبه للدروازه اي انا ما قلت للدروازه انا قلت شكرا ان تحسن باقي طيان وجاب لنا مسوق في فقره المستثمر هو يبي يسقط انا باقي طيان بس ما يعرف دخل باقي طيان انت تبغى تسن باقي طيان بس ما تعرف كيف لا الطريق لا يا حبيبي لا يا حبيبي المفروض اللي ينسق ضيوف الدروازه يا مقدمنا الفاضل ايوه باقي طيان هذا المفروض اوكي نعم طيب واضح بس هم اللي يبغون ينسقهم كيفهم شخبوط وراكان اللي عارفه انا انها بين راكان وباقي طيان وناصر الغامدي والتنسيق اذا اختار الضيوف يكون من عند باقي طيان. طيب خذ المعلومه الاتفاق كان مع راكان وشخبوط تقديم وإعداد تمام وتنسيق كمان بعد الضيوف. طيب امس ليش ما عرضتوا يوم قلنا باقي طيان ينسق الدروازه؟ انا اشوف امسكم كلكم يعني قمتوا ما ايدناك ولا تكلمنا بصفه عامه. نتكلم على نتكلم على احمد باقي طيان بشكل ما دقيقه انا جالس اسمع لا ما تبهد ما حد ايدكم انت امس انتم اعذرني انتم الان يعني غيبت عليكم الحقيقه والاربيز اللي في اذنك قول له يمسي المعد اللي توه جاء قبل 5 دقائق اسمع الكلام المعد اللي توه جاء قبل 5 دقائق قول له يمسي معلومته وثق معلومته لان حضوري في القناه اكثر من حضوره في القناه تفضل
تدور عليه تدور على واحد ثاني. حلو تفضل. بالله شوف ما في احترام للمشاهد على الجوال. ما على الجوال يا فهد بعيان. ما اسمع لك اول شيء. ما تسمح ليش؟ الامور الثانيه خذها انت ما تسمح ليش؟ لا لا يعني ما تسقط المعد. ما لا انا لي حريه لانه ما له علاقه لي حريه الراي ولي حريه التعبير. طيب بس نعم. انت كذا منفعل وتبغى تجلد باق طيان بس ما انت عارف. باق طيان تدري انه سيء وانت تدري ان وضعنا هنا في الفقره سيء وانت تدري الدنيا سيئه. لا تخلينا نكشف المستور. الله يحييك يا ابو عبد الله. كيف شفت الدروازة باختصار الأيام اللي فاتت؟ والله هالليالي المبروكة ما شاء الله تبارك الله إلا هالليلة عرفت؟ فيا مرحبا ومسهلا. أوكي طيب. شوف بعيدا عن كل شيء أنا أكثر ما أطربني في الدروازة هو ترحيب الشباب صراحة. ترحيب يحسب لهم. ترحيب رائع جدا مميز. يعني يظهر معدن الشباب الحقيقي بالترحيب بضيوفهم. أنا أتمنى أن يكون هذا الترحيب في كل الفقرات. لما يصفون زامل أو يصفون يوقفون برا ويرحبون بالضيوف واحداً تلو الآخر تحسب للشباب ضيافتهم بيض الله وجيههم. مع أن يمكن أحياناً يكون في بعض الغيابات وهذا يمكن بسبب ظروف المستشفى اللي يعانون منها الشباب الأمراض التي لم تنقطع خلال الفترة الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء. لكن الفقرة مميزة بتواجد راكان وشخبوط مسوين دويتو حلو في تناغم بينهم. ضيوف مميزين حضروا مثل ما قال أبو معيان. إن شاء الله القادم أنا متأمل جدا في القادم إنهم إن شاء الله بيقدمون ليالي بتكون جميلة شتوية في هذا المكان. يعني صراحة مكان يعطيك روح يعطيك حماسة. طيب في الخيمة هنا في روح عالية صراحة. طيب نواف ذكر سعود ان في تناغم بين راكان وشخبوط، تشوف هذا التناغم موجود؟ هذا السؤال الاول، السؤال الثاني يعني هل في فعلا تنوع في الضيوف ولا هم تقريبا على نفس ال طيب بعلمك حاجه. لا شوف اول شيء راكان وشخبوط نتفق انهم مبدعين ومهتمين بفقرتهم بلا شك، لكن اللي اتمنى من راكان وشخبوط انه يكون في تنوع باختيار الضيوف في فقره الدروازه. شوف التكرار الضيوف انه يجيب بس منشدين وشعار يعني انا اشوف ان سلسله متواصله في البرامج السابقه. ايش ممكن يجيب مثلا غير اعلاميين مقدمين رياضيين ممتاز ناس مختصين؟ ما عندي مشكله اجيب مختص مختص اجتماعي مختص شو مشكله اي في اي مجال ما عندي مشكله اجيب اي مختص وسواء حتى لو اجيب مثلا اعلامي مقدم ناجح في احد القنوات الكبيره ليش ما يعني اتواصل مع احد المقدمين اتواصل مع احد المختصين. شوف امرها التواصل امرها فعلا صعب لكن هذا اختصاص احمد بقطيان مثل ما تكلمنا ممكن يوجهون هذا العمل يعني احمد بقطيان بيساعدهم صدقني. احمد بقطيان لو يعني ها حمسته شوي راح يتحمس مع الضيوف. معلش معلش أنا ودي معلش قبل اخذ التقييم في فيها انا احب يعني استدرك شوي لما تقول مقدمين كبار اوكي ممتاز شيء جميل وبصراحه يضيف للشاشه ويضيف للشاب صحيح. من تتوقع بسال لكم جميعا إيه؟ من تتوقع من الشباب المتسابقين انه ممكن يستفيد من لو جاء مقدم تلفزيوني كبير وتحس انه عنده مقومات المذيع؟ عبد الخالق بالعكس انا لو جاني مقدم انا علمك حاجه اليومك هذا والله العظيم اني احب اتابع المقابلات سواء مع الشخصيات الإعلامية الكبار وأني أحب أستمتع فيها في اليوتيوب. أح والله العظيم إني أحب أتابع أي استضافة فيها إعلامي رسمية ناجح. يعني تبي أنت مقابلة رسمية مرة؟ ليش رسمية مرة؟ أنا أتكلم أنت تحب البساطة في اللقاءات ولا تبيها لقاء يعني إثرائي؟ أنت فهمتني غلط أنت فهمتني غلط هو يتكلم إنك بيستفيد من المتسابق. لا كضيف مقدم تلفزيوني هل ترون إن في أحد من الشباب أكيد بيستفيد عبد الله الروقي تشوفه مميز تغلب على مقدمين المطبخ ويعني دمرهم في حلقه واحده باكتساح. هل لان المطبخ ولا لان عبد الله الروقي؟ لا لان عبد الله الروقي اكبر من المطبخ. في طيب ناس مبدعين هنا عبد الخالق في الجميع بيستفيد. نعم. الجميع بيستفيد هذا اللي بوصل له. مين من الشباب اللي تحسون فيه عنده مقومات لو على الطاري هذا مثلا اسمع المقدم انا اقول يستضاف ليس كمقدم تصير فقره رسميه انه يجي مقدم ويحكي ممتاز لا ممتاز. انما يتكلم ببساطه من ناحيه اعلاميه تجارب اعلاميه حتى نتعرف على الجانب حتى اللاعب احسنت انا ما ابغى اللاعب يجيني هنا يعدد لي كم هدف سجل مثلا احسنت لا انا ابغى الجانب الاجتماعي فيه هذه الخيمه جميل. اجتماعيه نجيب فيها مواهب الشباب المقدمين انا متفائل بالكثير صراحه يعني
في في خامات ممتازة. تعليق جميل مشاري عمر دقيقة ايه؟ عندك مشاري عمر ما شاء الله خامة في التقديم وصوته جميل. عبد الله الروقي أنا كان قبل البث جالس مع عبد الله جانا هنا يقهوينا. ايه؟ عبد الله الروقي من الناس اللي أنا أتوقع إنه بيكون مقدم في البرامج القادمة في برامج الواقع. طيب. جميل. أنا تعليق جميل يا سعود. سعود تعليق جميل فعلًا. بس أنا حبيت إني بس أطلع محور كذا. بناء على كلام نواف فقط لا اكثر، لكن فعلا المفترض انه يكون مثل هالضيوف انهم يكونوا متواجدين، نستعرض شيء من حياتهم الاجتماعيه، شيء من قصص نجاحاتهم، خبرتهم في الحياه، امور اكيد راح نستفيد منها صراحه. إيه؟ يستضيفون احد مقدمين فقره خذها كاش، بالعكس بيكون اضافه جدا للدروازه. الله يخلي لهم فعلا صدق التنوع جميل. طيب ناخذ تقرير اليوم يا شباب، اعطونا تقرير اليوم من الرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باقي لملوكنا حتى نهايتنا، عسى علمنا دوم خفاء. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، قبل هو كافر، أيه؟ يا محمد إني أدعوك لوليمة العزومة. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب، كان همه إن قومه كلهم يسلمون، فمن دعاه جابه وراح ودعاه في بيته، وحتى تصارع مع اليهودي ذاك اللي قال يا محمد إن صرعتني أعطيتك 100 من الإبل، فصرعها الرسول صلى الله عليه وسلم المرة الأولى وأخذ 100 الإبل. أسوق الرجل في دربي الحالي، أسأل غايات يا ربي قريبا. بعدين بيطلع الباذنجان وبتقليه قليل كامل، بعدين بتقلي الخبز. حلو، مع تمام، مو مع الباذنجان. بتطلع الباذنجان وبتقلي الخبز. درت ما عادني فيها مقوم على طويلة، اتقيد في بعض الاشياء يقيد. نملة نخلة نملة نملة على حكاية من زمان في محلنا أحلى عقيم التخلى، عشان تعطي مساحة للشيء الجديد اللي ممكن يدخل حياتك وتحتاجه أو فيه منفعة. ويج اللي جزء منه الإعلان، الترويج، الخصومات اللي أسويها، اسمعني نعم فريق الطهارة. لا إله إلا أنت يا مغني فقيره، يا مبشر من على الأرض بسعد. ساند في الحياة اللي هو الأب، بإذن الله تعالى راح يكون هو الساند من خلال قرب الجمعية منه لعائلته بشكل كامل. كان هذا تقرير اليوم باختصار شديد. فهد، اليوم وأمس كانت جيدة، نتمنى أن الأنفس تقعد كذا جميلة، ويقعد البث ويقعد الشباب متوالفين حتى نستمتع بمشاهدة البث. دخولية جيدة ولكنها يعني غير مبتكرة، طيب مكررة. يوم جيد، أحسن من أيام كثيرة مضت، أحسن بكثير من أيام كثيرة مضت. طيب قبل ما أروح، عندكم تعليق يا شباب على اليوم؟ نعم لازم. تفضل يا سعود. لابد أن نعلق يا شيخ. تفضل. الرتم اليوم عالي، الشباب محلقين، الأنفس جدا رائعة، في تصافي بينهم يا عبد الخالق والهنون الشباب. ولا تصافي. لدرجة أنهم صاروا يلعبون نملة شجرة. من متى الشباب يلعبون نملة شجرة هنا؟ الأنفس والله العظيم، القلوب الآن نظيفة، واضح. إيش تبغى توصل له؟ أنا بوصل أن هناك رتم لا مو بطقطقة والله. إيه؟ أن هناك رتم عالي جدا. إيه؟ لولا بس أن الشباب يفكونا من حركات المصارعة WWE، اللي هذا برنامج ترى بزنس يا شباب، استثمار، واقعية، رياليتي، مش برنامج مصارعة يعني. طيب. في كل خمس دقائق في مطارحة، كلكم أقوياء، كلكم ما شاء الله تبارك الله عضلات، كلكم نشاط، الله يبارك لكم إن شاء الله في صحتكم، بس إحنا ما نبغى نشوف مصارعة. طيب نواف، لك تعليق اليوم على احداث اليوم؟ انا عندي تعليق. دائما اقول ابو عبد الله يبالغ في الشيء، يزود شوي حبه يعني. شوف اقول لك الكلام الصحيح، انه الشباب بدا يرجع الرتم التصاعدي من جديد. صح انه كان فيه دروب كبير جدا في الايام الماضيه، لكن الان يعني من امس تقريبا واليوم كان في مرحله صعود، هذا اللي شفناه اليوم الشباب، وهذا المفروض انه يصير يعني، مو بانه بيض الله وجههم يعطيهم العافيه، هذا المفروض انهم يسوونه ممتاز. طيب الشيء الزين اللي بنشكر عليه في الأيام الجاية، هل هم بيستمرون على هذا الشيء اللي شفناه في يوم واحد؟ كذا أنا أقدر أثني عليهم وأقول لهم شكرا وبيض الله وجيكم، أنتم مبدعين فعلا. أما أتكلم وأثني عليهم
في يوم واحد يا ابو عبد الله، وايش فيك مستغرب يعني ولا ايش؟ نواف انت قاعد تقول سعودي بالغ تقول نفس كلامي، انا اقول الشباب ارتفع رتمهم، ايش المشكله؟ لا انت تقول اليوم شيء جبار وشيء كبير. لا قلت ارتفع رتمهم. احب اشوف، انا دائما احب اني اوجه الشباب بالشكل الصحيح واتمنى يعني احنا نوجههم بشكل خاطئ استاذ نواف. بالعكس يا حبيبي، بالعكس بالعكس ما يفهمون الكلام. لا افهم، انا ما ابغى يفهمون الكلام من اليوم جميل وبكره اشوف دروب مره ثانيه ونزول مره ثانيه. انا اتكلم انه هل كم بيستمر هذا اليوم؟ يعني كويس كان اليوم؟ اليوم جميل خلاص. انا اتمنى الله. من اليوم وطالع انه يكون في تصاعد. طيب في الرياليتي. طيب اتمنى انه يكون في استمرار. تمام في الرياليتي، لكن عندي شيء بسيط جدا. تسلم. في موهبه الكثير يمتلكها فعلا، موهبه الشعر الكثير يمتلكها، والقليل من يتقنها. فهد بن فارع من القليل فعلا. والله بالفعل يعني فهد بن فارع موهبه شعريه حقيقيه جدا. انا فخور جدا وبرنامج البزنس فخورين جدا بتواجد فهد فارع في هذا النص. والله النواف وكلام على متمه، فهد بن فارع لا إلقاء ولا شعرا، القصيدة اللي قالها بضيافة ناصر في فقرة ناصر الغامدي مساءات، صراحة لا إلقاء ولا معاني ولا غزارة شعرية، موهبة تستحق صراحة الثناء لفهد بن فارع. أزيد شيء بس عشان اليوم اللي صار دخولية مسلط، أجمل ما في دخولية مسلط اليوم وقتها كوقت العصر. طيب اجمل. طيب ايش رايك نستعرض دخوليه مصر؟ يعطيه العافيه. تفضل. دخوليه مصر شباب جاهزه؟ طب خلينا نشوف دخوليه مصر ونرجع لكم. اعطونا يا شباب. السلام والكلام، السلام والكلام، معنا حكاية من زمان، معنا حكاية من زمان، معنا حكاية من زمان، معنا حكاية من زمان، في معنا أحلى عقيد، في معنا أحلى عقيد، في معنا أحلى عقيد، في معنا أحلى عقيد، بسم الله ويغزي العين، بسم الله ويغزي العين، ويا مصلط يا نور العين، يا مصلط يا نور العين، قبل السلام عليكم، قبل السلام عليكم. وصولنا لكم، وصولنا لكم، نبدا الاول بالسلام، نبدا الاول بالسلام، نبدا الاول بالسلام. عبيلي عبيلي. وغدا تحضر ارضك، ارضك كذا، ارضك صح، ارضك، وترى في مكان الشوك وردا وخزاما. تحيه اللهجه السوريه ومحبين السوريين. والله موعودين باسبوع حافل بكل شيء يسركم طبعا، بنلبي رغباتكم وطلباتكم، واللي عنده شكوى راح يكون في صندوق موجود قدامكم، وصندوق للطلبات راح يكون فيه فعاليات، راح يكون فيه كل شيء يسركم، وفيه هدايا لكم ومسابقات. يعني بما انهم عينوني ما في شيخ معين، كل شيخ نفسه. والله والنعم، كل شيخ نفسه، ما هو بس مسلط الحالة، كل شيخ نفسه. القرية قريتنا، لازم نتكاتف جميع، ما هو بس على مسلط والمساندين اللي معه، على الشباب كلهم. القرية قريتنا، نهتم في النظافة، نهتم في الضيوف إذا جونا، وفي الصلاة قبل كل شيء، ونساعد بعضنا عشان نطلع بصورة جميلة قدام المشاهد. خير إن شاء الله. في الختام، في الختام أوجه تحية لجروب دعمي السلاطين، يستاهلون. جروب السلاطين زي القمر يا ربي تتهنى. طيب أنا غيرت مكاني، اشوف انه افضل كذا عشان اقدر اشوفكم كلكم. اخذت مكاني وجبتني عند واحد كنت مبسوط اليوم اللي كنت جالس هناك في الزاويه. والله فهد يا اخوان، والله ما سعد لك وان حظ لك انك تجي من عشان تاخذونه من علمي ومن بركاتي ومن الرحمات التي تنازل عليك. طيب دخوليه مصر اليوم مكرره كفكره، لكن ما تلاحظون ان توقيتها كان مناسب في العصر؟ انا قلت لك عبد الخالق اجمل ما في الفقره اليوم بطريقه، يعني دخوليتها الوقت. طب طريقه جديده خلنا نقول هنا في برنامج بزنس، ممكن في برامج ثانيه يا اخي. طيب معليش، انا اللي عرفته واعرفه جيدا المصرط كان عنده دخوليه مختلفه، وكانت المفترض تكون امس، بس بسبب ما ادري ايش السبب اللي كان تغيرت الفكره راسا على عقب. كانت الفكره يعني غير جد، يعني كنت مطلع عليها، كانت مختلفه جدا،
انا عندي تساؤل، لكن انا مقدم انت ولا فهد؟ عندي تساؤل ابو سعود. طيب عشان بما انك المقدم بجيك يا فهد. فالفقره اسلم عفوا الفكره اتوقع ان فريق دعم مصلط نحد على اللي خاننا قال لي واحد طارف على قولتهم وجابوا الدخولية. يعني ما عجبتك الدخولية؟ لا الدخولية لا كانت غير موفقة لأنها مكررة، خلاص كل برنامج واقعي في دخولية على شكل توقيتها؟ لا توقيت رائع جدا ممتاز. وأنا أطالب أن كل الدخوليات تكون العصر أما ولا بلاش. طيب. أيضا شوف في ملاحظة أنتم قاعدين تشوفون المنتجة فيها صور الشيخ القرية موزعة في كل مكان. يعني صراحة في شغل، أنا ما أركز بس على الدخولية، أركز على الشيخة اليوم بشكل عام. في فكرة صندوق الشكاوي جدا رائعة، توزيع المهام، مصلط قاعد يمشي في الطريق الصحيح، الدخولية ليست إلا مجرد دخولية ما تهم في الشيخ. طيب فهد، دخولية مصلط لكن بعد الدخولية ركز على أشياء جديدة حلوة، مثلا يكون في صندوق شكاوي واقتراحات، تتوقع أن هذه بتكون متنفس كبير للمتسابقين، ومتى متى متى ما متى ما يعني فعلها بشكل كويس اتوقع انها راح تكون مره كويسه وحتكون شيء فعال. توزيعها للصور في القريه برضو فكره جديده. هذه نرجسيه طاغيه ممقوته الا على فهد معيان، ما لها داعي توزع لي صورك فوق الهنجر وفوق السقوف وتحت الاراضي. ليش عندك هذا؟ ما انا ما زانت لي يعني فكره، ما زانت لي مين احنا ما زانت نرجسي. لك لا لحظه، مجرد الانتقاد ولا شيء ثاني؟ لا ليش ما عجبني منظر المكان وكله صور مصلط؟ ليش يعني ليش؟ ما له داعي. شيخ هو شيخ. طيب انا ما انكر انه شيخ إيه؟ لكن انا ما عجبتني فكره الصور في كل مكان. فكره الصندوق كانت حلوه. عندي سؤال وعندي معلومه. السؤال الاول، السؤال هل الاستاذ سعود مدير البرنامج ولا ناصر الغامدي؟ ليش اجاوب؟ لا لحظه، ليش لاني اكتشف انه يعرف كل شيء. ان شاء الله تبارك الله. طيب انا بسال بسؤال بطريقه ثانيه. تفضل سعود، هل انت معنا هنا كناقد ولا كصوره الاداره؟ ليش السؤال صوره الاداره؟ هل يعني جاء عندك انطباعات بناء على فهد معيان؟ فهد معيان يا رجل يحذي بما لا يدري، يعني الدليل اعتراضه على اي شيء. اسقاطه غير مقبوله منك عبد الله، وانا سالتك سؤال كان يمديك تجاوبني عليه في يوميه. لا عادي تقدر تجاوب السؤال هذا، لان يا اخي احنا اما تخلص لعملك ولا عشان مدير صديقك يعطيك كل شيء. ايوه هذا اللي بوصل له انا. ناصر لا يدري عن الدخليات عشان تكون في الصوره. من يدري الاعداد، يعني اذا انتم تعرفون تسلسل العمل وتسلسل الاداري، ناصر مدير برنامج مو كل يوم يجي هنا. لا لا فعلا والله يا ابو عبد الله انا ابغى اشكرك شكر. لا دقيقه، لان شوف والله اني اهتم بالتفاصيل كلها، دخليات المتسابقين واسال والاعداد، فحريص اني اعرف قبل ادخل هنا ان تكون المعلومه عندي دقيقه ونقدمها للمشاهد. انا لست ضد احد ولا مع احد، انا ممكن اليوم بحشر الاعداد في نقطه، وامس كنت معهم في نقطه. انا مع الحق اللي اعرفه واطلع عليه. انا كنت امزح معك قبل شوي، لكن انا ابغى اشكرك على حاجه. شكرا على ابداعك في مساله البروموهات اللي سويتها، مثلا زياد الشهري تنزل كثير ان شاء الله في القادم. شكرا يا ابو عبد الله، جالس تشتغل شغل جبار والله العظيم. طيب بشيء بشيء معلومه قبل معلومه معلومه مهمة. قبل معلومه عشان ما فوت هذا الشيء. تفضل. هذه انا ما جامل هذا الشيء، بس سعود العتيبي في المحتوى الابداعي قاعد يقدم متفرد عمل جبار جدا مو طبيعي صراحه. صفقة والله يا عيال والله. لا شوف والشكر موصول طبعا ليوسف. هذه نقطة مهمة. يوسف تراجع بعد الإنسان. أنتوا تيم مع بعض، كونتوا عمل جميل أمانة. يعني المحتوى الإبداعي متكون من كذا شخص، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإنسان إذا يعني يمدح بما لم يفعل، هذا من شيء من أعتبرها ليست من شيء من الرجال. أنا معي تيم كامل أكيد. بإذن الله تعالى القادم أفضل بإذن الله. برومو اللي نزل اليوم لزياد هذا مجرد برومو واحد، في باقي ثمانية إن شاء الله بتنزل تباعا خلال الأيام الجاية. طبعا أفضل برومو خذ كاش طبعا. أيه. أيضا شوف في عمل تكاملي، تيك توك بدينا فيها أمس، بدينا ننزل محتوى جديد في التيك توك. ممتاز. هو اسمه التيك توك صح ولا ترى؟ أيوة ما أعرفه زين. أيوة يعني صدق في محتوى جديد قاعد ينزل في التيك توك من أمس، اليوم بينزل، بكرة بإذن الله في أفكار كثيرة إن شاء الله. في عمل جبار، هذا لا شوف بعيد عن كوني هنا ناقد، كوني ناقد ترى ما له علاقة في المحتوى الإبداعي أبداً. طيب جميل. احنا حريصين بس على المعلومة أن تكون صحيحة تقدم طيب للمشاهد. طيب على طاري المعلومة ناخذ معلومة فهد معيان. هل تعلم أني اطلعت على أوراق وعلى معلومات تنبئ أن هناك أمور تحاك على إسقاط مصلط من الشيخة؟ من مين؟ من أشخاص مجتمعين في القرية متسابقين.
متسابقين بيسقطونا؟ ليش يبون يسقطونا؟ ما ادري. زملاء؟ نعم. ما يقدرون طيب؟ ها؟ ما يقدرون. انا اعطيتك معلومه. لحظه. على ما قيل طرف علم. وليس من الحكم انك تشوفها كامله. ابدا. طيب. احنا يا دوب بنلم الموضوع وانت تقول تطلع لي بمعلومه، ليتك احتفظت فيها بنفسك. لا اعذرني. لا اعذرني، ما تقول ليتك احتفظت فيها بنفسك وانت طيب. تحرضني على الشفافيه وان ما فوقنا راس وان لا تكن متلون. مره تبغى نكتم مره تبغى نتكلم. في شفافيه وفي معلومه تقال وفي معلومه يعني معلومه ايش؟ مو وقتها. شفافيه. مو وقتها. لا توقيت للشفافيه عندنا. وهذا كلامك بداية البرنامج. صبر. لا شوف يا عبد الخالق، إذا هذه المعلومة صحيحة، من هو عبد الخالق؟ أنت يوم الأيام قلت من هو المعد وذكرنا اسمه، من هم الذين يريدون يسقطون مسلط يا فهد بن معيان؟ لم أصل الأسماء. لو وصلت الأسماء وصلت إليها؟ إيه، لكن لم أصل الأسماء. الأوراق وينها؟ ما هو شغلك نكشف عن مصادري. ليس كيف تبين نصدقك؟ هل تعلم أنها مهنية إعلامية؟ ليس من العقل الإعلامي أنك تكشف عن مصدرك؟ مو مصدر، انت تقول عندي اوراق. انا الله عندي مصادري، اوراق ومصادر، من غير الحكم انك شمالك. طيب واضح مهنياً. تمام انت الموضوع. نواف، دخوليه مصلط. شوف انا اتكلم عن الدخوليه صح انها متكرره، لكن اليوم دخوليته جميله. يكفي عيشنا جو العصر برياليتي جميل بسبب دخوليه مصلط. التفاعل الكبير الشباب مع مصلط اعطى الدخوليه جمال وزادها جمالا. تقليد الشباب ما شاء الله تبارك الله، لهجة سورية إخواننا في سوريا، كان بشكل جميل ورائع الصراحة. أنا أشوف مصلط حتى لو ما سوى دخولية يكفي اللي قاعد يسوي مصلط صراحة. مصلط متفرد، عرفت كلمة متفرد؟ يمشي وحيدا بالمشيخة. أنا ما قد شفت أحد زي مصلط، الاهتمام الدقيق بالتفاصيل وملم يعني بالمشيخة، هذا هو مصلط. بالضيافة ما شاء الله تبارك الله عليه، لا أمس ولا اليوم. يعني أمس ما سوى دخولية، الكثير ما يهتم بالضيافة، شوف اليوم اهتم بالضيافة، سواء بالتمر حتى بالبخور بالعود. يعني ما أدري شو أقول، ما أدري شو أخلي عن مصلط صراحة. يعني يستاهل هذا الثناء فعلا، مصلط يستاهل هذا الثناء. يعني مهما أثني وأقول مصلط يستاهل كثير. والله ودنا تمدد شيخ أسبوعين بعد. نواف سم، أنا سكت بصراحة لأني مستمتع بطرحك. الله يطول بعمرك يا عبد الخالق. أنت مباشر، تكلم بشكل مباشر، تكلمت عن وصفت تعليقك على الدخولية وصف جميل جدا دقيق ومباشر على النقاط اللي تعزز نجاح مثل هالدخولية. صحيح. شكرا يستاهل اليوم ومست. عصرية جميلة جدا. صحيح. ايش فيكم متفاجئين؟ لانك تسقط على فهد معيان. اسقط عليكم كلكم. لا فهد معيان لان ليس صريح، لان مصادر مضروبه. شوف كل له رايه. فهد معيان ما قد جاب معلومه في هذه الفقره طلعت غلط. اسمعوا، كل واحد له اسلوبه، كل واحد له اسلوبه في الطرح. انا اتكلم في هذه الجزئيه. انا لي ملاحظات عليك، كنت اتمنى اشبعت هذا المحور وارضيتني. انا مستمتع. شكرا لك. شكرا يا نواف، الله يعطيك العافيه. بالضبط. لا يعني النجاح. دخلك تسمح لي بمداخله مهمه؟ لا يتعلق بالشيخ المتوجه. اسلم. ايوه يا جماعه الخير، يا حبايب المتسابقين. لا جد الان الموضوع عشان الوقت. ايه، موضوع الصلاه والمصلى. حبايبي اللي قاعد يصير في المصلى يا شباب غلط جدا. انا ما ادري الكاميرا اللي ماخذتني وين، لاني بطالع في الشاشه هذه. على النافوره. حبايبي المتسابقين، هذا مكان صلاه وعباده، لابد ان نحترمه. مساله انكم تقلبون مكان مطارحات وتستمر المصارعه داخل المصلى، انتم قدوات. متى تعلمون انكم قدوات في هذا الموضوع؟ أتمنى فعليا وحرفيا أن نحترم المكان الذي تقام فيه هذه العبادة. هذا أول ما سنسأل عنه في القبر. النقطة الثانية يا حبايب الكرام، أتمنى أن لا يقدم للصلاة إلا من يجيد التلاوة، لأن يعني هذا الأمر احنا قلناه تحت الهواء كثير، لكن لابد الآن نقوله للشاشة صراحة. يعني لابد أن من يقرأ سورة الفاتحة أن يتقنها تماما، لأن أي خطأ في سورة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، ستبطل صلاتكم. احترام الصلاة، مسألة اللعب الزايد في المصلى وتضربون إذن بعض وتتطارحون لا يليق فيكم يا جماعة الخير. هناك أطفال يشوفونكم. أنا عندي مقطع لطفل يقلد أحدكم في الصلاة كان في المصلى. يعني بالفعل هناك من يتابعكم بدقة، تفاصيل التفاصيل يا جماعة الخير. سمعت يا أحمد العوض؟ حرفيا أتمنى أن هذا المكان يحترم. هذا المكان ما في مزح، امزحوا برا، تطارحوا برا، مع ان المطارحه يعني ما لها مجال عندنا.
يعني كثرت صار فيها مبالغة زيادة منكم. طيب سمعت يا أحمد العوض؟ طيب أتمنى أنك سمعت. طيب شو اسمه أنت ما شاء الله عليك سبقت في المحور يا ما لقيته ما شفته لا لا ما شفته ما كان موجود عشان كذا تكلمت. ممتاز 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 ممتاز. بالنسبة للصلاة تعليقك أتوقع أنه وافي وكافي وشافي. بالنسبة لأحمد العوض أحمد يعني مو في إبراهيم وخويك طالع وطبطب عليه ما له دخل عطس. لو بكى بكرة خشع وبكى إيش بسوي بتخمه؟ عطس عادي عطس معليش والله طبطب عليه وين صلاة يا أخوي صلاة. لا حتى ممكن شوف ممكن كانت عفوية ممكن كانت بالنسبة للسهو في الصلاة فأنا ما ودي نحمل أشياء فوق طاقتها. السهو طبيعي أيوة لأن بعض كان يتكلم في السهو عادي السهو نسى سجدة زاد سجدة طبيعي و لا بس أركان الصلاة لولا لم يكن السهو لما سنة سجود السهو. لكن أتكلم عن طبطب على ظهر خويك مثلا مطارحة الطرحون مطارحة في المسجد الرزقي ومصلب رياكشنات في المسجد البيان. ما يليق المسجد يا شباب استغلوه وصلوا منا رسالة إيمانية تربوية جميلة استغلوها المسجد في هالرسائل تحديدا فقط قرآن حفظ قرآن تصحيح تلاوة الفاتحة تصحيح تلاوة حفظ الفاتحة اقرأ في صفة الصلاة وطريقتها بس مطارح ومضاربة. أتحدى 80% منهم إذا كان يعرف أركان الصلاة وواجباتها على لعبهم اللي يشوفه كيف تلعب كذا في الصلاة؟ خيف الله في نفسك يا أخي ليش بتسوي؟ ضاقت الأرض والقرية اللي تلعب في المسجد. لا شوف لا خلنا نكون هنا إذا تكلم عن أحمد العواض لا أحمد العواض عفوية أنا متأكد أنه عفوية لا حتى عفوية غير مقبول في غيره ما في عفوية لا نتكلم بس نتكلم عن المضاربات الهواش اللي في المسجد لا هنا غير مقبول أبدا غير حتى مقبول. بعض الأخطاء طيب. اللي تصير في الشاشة عبد الخالق في الصلاة نفسها ايه؟ في أخطاء قاعدة تصير وجاء توقع شيخ العموش وصحح بعض المفاهيم الآن في أخطاء في قراءة الفاتحة أتمنى أن يكون هناك تصحيح لقراءة الفاتحة عموما ولا يتقدم للصلاة إلا شخص يجيد التلاوة فعلا ما هو والقراءة طيب. يعني مو بلازم أنكم تتداولون لا لابد أن يتقدم للصلاة حتى تقبل من الجميع أخي ولا تحرجون بعض طبعا يعني. والشيخ ياسين أمس كان ناقشوا في هذا الموضوع بس يا شاب مهم جدا لكم ولنا وللسادة المشاهدين والمشاهدات أحيانا في شيء من العلم الشرعي هذا لا يعذر أن أحد يجهل فيه صلاة صيام الأركان الخمسة هذه مهم جدا إحنا نتعلمها لأنها هي أركان الإسلام وهي اللي يعني عليها مدار الإسلام. طيب عموما معنا أورنس في الكونفشن روم أعطوني أورنس أول شيء أعطوني إياه جاهز أورنس. طيب لا ترضون في فيديو أورنس لما يكون موجود إحنا آسفين تأخرنا عليه شوي والله والله تأخرنا عليه واجد الرجال في الغرفة هو اللي في حاجته هو اللي في حاجتنا ينتظر لا أنا في حاجته اللي طلبته والله إيه نعم. اعتذر إذا أورنس رجع فيني سمحته ونعواجه واللي بلا عوجة فله برجع ونعمكم تخطي وتعتذر أمس تلوم الناس نواف عندك تعليق على الموضوع هذا لا الصراحة لا يوجد تعليق صراحة يعني إذا الشباب من نفسهم يعني ما يبادر طيب على ممتاز أسلم تعليق صادق يقول بعد تعليق يعني كيف وأنا أعلق أيوة أسلم كيف يعني هذا شيء بديهي هذا شيء بديهي جدا من الشباب إيه صحيح وأنا أجي لأنصحهم الآن هم يعرفون بس طيب ما يعجبون أحد يقول ما عندي تعليق طيب في على بال ما يجهز أورنس ما يحتاج تعليق طيب على بال ما يجهز أورنس يا شباب هذا شيء في معلومة تهم المتسابقين وتهم كذلك جمهور المتسابقين. أولا في ثلاث متسابقين أمس تم الخصم عليهم لأنهم كلهم دخلوا الإدارة كلهم ما دخلوا مرة ولا مرتين دخلوا ثلاث مرات يعني ثلاث خصومات أي نعم أرحب أبو عيسى طيب. هنا بعرض لكم بعض الخصومات وما راح أذكر أسماء ليه تكفى خلينا نضحك خلينا نستمتع لا اقول اسماء تكفى ايش رايكم اذكر الاسماء الاول حرف وثاني حرف بليز يتم احنا نقولها موافقين يلا
طيب ما احنا مسوي ما نعرفهم يعني. طبعا هذه مصادر فريق ذاكاش يعني يعذروننا عاد الاداره اذا صرحنا باشياء معينه، لكن ما راح اقول وش الاسباب. زين يا شاب، ما راح اقول وش الاسباب عشان ما ندخل في حرج مع الاداره. يعني ما نقول اسماء؟ بنقول اسماء ايوه. ولا بقول اسماء اول حرف وثاني حرف انت تفهمونها. يلا الف الف طال عمرك عليه اربع خصومات. اوف هذا في الاسبوع السادس. الف الف الاسبوع السادس. الف وستمية 800 12000. اوه 12000 12000 هذا برايم بينورنا على البوديوم. الف الف شو تتوقع ابو معيان؟ احمد العوض. طيب الف عين هذا احمد العوض. الف عين هذا احمد عين. لا الف الف احمد الف عين عنده خصم 2400. يا شباب ممكن تركزوا معي يا شباب. فهد نواف ممكن دقيقه. الف الف مو بالساد احمد عوض. مو شرط علمك. مو شرط تخمينه خطا. احمد العوض الف عين 2400 هذا في الاسبوع السادس تذكر. زاي سين 2000 الف هذا جاي سين هذا واضح. كم اصلا 2400 يعني كم صارت 3000 5400. طيب ثلاث مرات ثلاث خصومات في ثلاث اخطاء اي 800 2400. طيب بس طيب. 2400 عين غين هذا مين معرفه؟ عبد الرحمن غالب. هذا 800 1800 2600 عين الف اتحداكم هذا صعب مره. عين الف عنده واحده بس عبد الله الراقي 4800. وش عنده؟ وش قضيته؟ ما اقدر اقول القضايا وش هي. عين الف الثاني عنده قضيتين واحده 3000 واحده 3200. البرايم الان في في عبد الخالق دقيقه. البرايم في زحام من المتسابقين. طيب. زحمه والله زحمه. واحد واحد عين الف عنده خمسه. الاول 3000 والخصم الثاني 3200 الخصم الثالث 2400 الخصم الرابع 5000 الخصم الخامس 800. دقيقه 7000 ايش خروج يعني صح؟ 5000 لا 7000 تقول انت. 3200 2400 انا عد انا احسب احسب هذا 90000 عليه. هذا برايم يا اخي. هذا استبعاد. هذا هو والف عين الف الف اللي هو ميم نون. ميم يا عبد فهد ميم نون عشان اخلص بسرعه. هذا برايم. طيب عشان اخلص بسرعه ممكن تفضل. عين الف عنده خصمين عفوا. هذا عين الف الثالث. هذا عين الف الثالث. المشكله كلهم عين الف 3000 و1000 هذا زين؟ بسيطه بي. عين الف الرابع عنده 1000. عين الف الخامس كلهم يا ابو عنده 1000. عنده 1000 عنده 1000 عنده 1000 دبل يا ابوي. عين الف السادس عنده أربع خصومات 3800 2800 5000 اللي فيه 5000 أنا عرفته عبد الله الشمري اللي فيه 5000 3000 أكثر واحد. فا فا صفر. فهد فهد فارع. فهد فارع صفر. أسطورة ما يطلع. لا 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 لحظة يا شباب. ها بركات خذها كاش. والله والله أبو فارع ضبط ضبط والله ضبط. خذها كاش يا فهد فارع كاش ضبطتك. انك لو تتصدق عنه ما يوفيك. نعم طيب شكرا خذها كاش. المشكله كلها في عين الف. سين الف سيف رح. سين الف ها. صفر سيف هذا اصلا هذا ما يطلع يسوي قهوه ورا. سين الف دائم يسوي قهوه هنا. طيب. ما يطلع. فا الف فا الف خصمين 3000 و1000. فا الف ايوه. ميم الف 3000 و2000. ميم الف. ميم راء مستفر برميثة 2400. ميم ألف 3200. ميم عين 2000. والله يا عبد الخالق 11000 خصم. والله لو انه هاد من القرية ولا ضارب من حدا. هذا واي واحد عين ألف ولا مين؟ لا بس 11000. أبغى أوصل رسالة مهمة جدا يا شباب يا متسابقين. إلى الآن خمس متسابقين دخلوا قبل امس ودخلوا اليوم ودخلوا عفوا دخلوا امس ودخلوا اليوم كانهم داخلين الخيمه في الاداره. في الاداره كانهم داخلين الخيمه قبل فقرتنا. يمنون يا رجال. رساله من الاداره تم الخصم. عبد الخالق بس تسمح لي
اسمح لي بس في نقطة. وكل دخول وكل فتحة باب للكنترول أو حرم الكنترول عليه خصم. وبعدين إذا طلع اللهم أني بلغت لا أحد يجي إذا طلع يقول ليش يتشكى. أنا برايم ولا يطلع في سناباته يقول ظلمونا. أنت طيب خالك تسمح لي أسلم. أول شيء كان الله في عون عين ألف جميعا، عائلة عين ألف تعاني هذا المساء. طيب والمشكلة يبدو أنها في الحروف مو فيكم. أورنس أورنس يعني أكثر مننا لأنه في الكمشروع. بس خلني بعطي نقطة أخيرة يا شباب، ترى البرنامج حتى لو ما أخذت المراكز الثلاثة الأولى ترى أنت تأخذ فلوس، تأخذ فلوس كاش لبيتكم. أنتم بالخصومات هذه ضيعت ما جمعته وضيع ما جمع شو اسمه ذاك يا فهد. أنا تدري إيش ودي؟ ودي الأسبوع هذا استبعاد وبراي، ودي أتمنى يا رب والله في عين ألف دول يستانون. بس والله هذا اللي ما شاء الله ماخذ 13,614,200 عبدالله الشمري 14 لا مو عبدالله الشمري ولا راح أقول لك من هو بعد 14,400 هذا خصم، هذا بيسددها سبرنت إلى نهاية البرنامج. كل هذا كل يوم يشرفنا ببرايم. ما فيها كلام. ركزوا في عين ألف هذا أكثر واحد. إلا في حال إن الله يرزق بشيك القاد ألف ألف قصده ولا مبيعات. لا عين ألف أكثر واحد ألف ألف. أورنس الله يصبحك بالخير. أورنس هو أورنس ألف ألف. الله يصبحك. أورنس الله يصبحك بالخير. كيف أورنس ألف؟ الله يصبحك بالنورس رول. تبي ألف ألف. لا أورنس عبد العزيز. شلونك عساك طيب؟ يا شباب معنا ضيف لكم في الشروق ممكن نسمعه. يا عبد الخالق أنا جاني النوم وأنتم ألف عين عين ميم. صار كيف حالك طيب؟ ارفعوا صوت بالله أورنس يا شباب. أنت أورنس عبد العزيز صح؟ يعني ألف عين. ألف سميه إيه والنعم والله ما عليك زود كم أخذت. طيب يا أورنس أرحب، فيه مقطع بنشوفه ونرجع لك. يلا عيد كلامي اللي قبل شوي، أنا أشوف كل الرسالة وصلت كل شخص أشوف أنها يعني فيه فعلا إيه منهم. أنا تأكدت يوم شفت أني أتخلى عن وجباتي. أنا إنسان أجل واجبات إيه واجبات أجل أقول شوي بكرة يمديني فعلا. أنا طيب. أورنس سم اليوم 38 قبل سم. ما اليوم 38 ايوه قبل ما أسألك إلى متى بتأجل وليش تأجل ممكن أعرف واحدة من واجبات هذه اللي أجلتها بس كذا عشان نحس إن في أمل. والله واجد من كثرها الأخبار. أبو واحدة. سم واحدة بس عشان أشتاق عشان أدري إن في أمل. والله أحتفظ فيها. إلى متى؟ أبجل أعلمك بعدين. طيب أورنس إلى متى فعلًا إلى متى؟ وش اللي هو أنت اللي ذكرت تكون عندك واجبات أيوه؟ وإنك ما تعرف إنك غلطان إنك قاعد تأجلها. سؤالي إلى متى؟ أجل مو سؤالنا سؤال جمهورك ومحبينك إلى متى؟ عشان إلى متى وش هو طيب؟ إلى متى تأجل؟ خلاص أنا من عقب رسالة فريق دعم عبد الله الرزقي أيوه ما عاد في تأجيل. طيب ممكن هل ليش أجل طيب؟ هل هي أسباب خاصة فيك أنت ولا ما عندك فرصة ولا ما أحد ساعدك إنك تطلع ولا ما عندك موهبة؟ يعني مرة 38 يوم أنت مو عارف إيش اللي تطلع فيه مثلاً؟ كيف يعني ماني بعارف اللي إيش يطلع فيني؟ يمكن يعني مرة 38 يوم ما عندك حيران والله أنا ما عندي شيء أنا فاضي كذا ما أحاول أفكر في شيء بس ما لقيت شيء يناسبني ممكن كذا مثلاً؟ ولا فعل عندك أشياء وردك منها مثلاً والله إعداد ما ساعدك زملاء أكلوا عليك الجو أشياء زي كذا يعني. لا ما في أحد يأكل الجو على أحد لكن أنا أشوف نفسي ما أقدر أقدم في الوضع اللي أنا فيها الحين. ليه وش وضعك؟ لجة وشوفت عينك أنت كان كتاب على البث. أتابع لجة فيها من مسابقين يعني؟ أكيد. أوكي طيب إيش رأيك نطلع 6-7-10 برايم اليوم السبت الجاي إن شاء الله عشان يفضل جولك؟ المقصد مو بهين أنا ما قلت بطلع أحد يعني لا عشان تخف اللجة تسم؟ عشان تخف اللجة عليك ما هو باللجة أنا هرجك عن تقاطع الأصوات يعني أنا ما أنا إنسان إذا
اشوف شفت لجه خلاص استمتع واقعد اناظر. طيب انا ما اقدر شفت نواف شفت نواف سم صباح الخير صباح النور والسرور. شوف يعني الشباب يعني ها ضاغطين عليك شوي عشان كذا ما ظهرتنا لحد الان. كيف الشباب ضاغطين عليك عشان كذا ما ظهرت لحد الان؟ كيف لا ما ضغطوا علي؟ اجل اللجه من مين؟ كيف من مين؟ انت قلت لجه ولا اقدر اقدم اللي عندي صح؟ الا اقدر اقدم اللي عندي بس يعني انا اشوف ان العيال مكفين وموفين. اي ايش سبب اللجه؟ كيف يعني سبب اللجه؟ اي وش سبب اللجه اللي يخليك ما تقدم؟ العيال والله كيف يعني سبب اقل؟ افهم يا حبيبي افهم افهم. لجه اي هو يقصد مع نفسه. ما هي لك واضح المتسابقين. لا 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 قال تقاطع اصوات. يا حبيبي هو كل الناس يقدمون ما لها دخل ما يا اخي. انت تقصد لجه ما اعرف. بس فهمني فهمني ابغاها توضح بس اللجه. اللجه لك خصيصا ولا للجميع؟ لا الجميع جميعا. نعم يعني هذا السبب اللي يخليك ما تقدم اي شيء. اكيد. يا اورنس سم سم الله عدوك. عندي سؤال. تفضل. هل باقي ما وجدت نفسك في البرنامج؟ لا واجد نفسي في البرنامج. طيب ايش اللي مأخرك؟ متى بنشوفك؟ متى تعطينا ما في جعبتك؟ انا والله قدمت اللي عندي وباقي عندي اشياء واجد اقدمها. طيب يعني انا ماني ب اورنس مساك الله. احنا استلمناك واحد من يد نشيط ليد نشيط من اورنس. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. اول شيء دائم كلمه يقول احنا الصبح الله يعطيك العافيه وصبحك الله بالخير. كويس مركز. شوف اول شيء انا احبك على المستوى الشخصي صراحه واستمتع فيك مع انك مقل لكن انا مستمتع. عشان كذا اورنس انا بطلبك طلب. ابغى منك قصيده الحين. الجو هادي ورايق وفي عصافير في القريه. نبغاك تعطينا قصيده. مبطي ما سمعنا منك يا اورنس. عادي هو اخذ جو الخيمه مسعود. اوكي تفضل يلا. اي نبغى قصيده في الخيمه احنا. عطنا قصيده اطربنا. عن ايش؟ عني عن الشجر عن الغيوم عن السماء. اي شيء جاهز. عن فهد العيان عن سوء الخلق عن اي شيء. يقول كتبت فيك ابيات ما حد كتبها. الله. وفي محكمه الابداع كله شهد لي. عليد اسلم في محكمة الابداع كله يشهد لي. ما في لجة ترى انت لحالك. والله ما بحافظها. هذه جديدة طبعا. طيب عطنا من اللي تحافظه. انا استاذن الشباب. عطنا من اللي تحافظه يا اورنس بعيدا عن اللجة وعن الازعاج. الان بهدوء لو سمحت يا شيف. وخر عن اورنس خليه ياخذ راحته. انت ايش مصر انه يقول قصيدة؟ ايش تبغى يا اخي؟ ابغى اسمع في راحة يا اخي. بنسمع بعد اذنك. طيب. ابو شيف بعد اذنك بس فضلو. اذا تسمعنا تفضلوا. احنا في الخيمة يا شباب لازم قصيدة. تفضل يا اورنس. يلا تفضل يا اورنس. والله ماني بحافظ من شيء. اي قصيدة ما تحفظ مرة. ما تحفظ لك بيتين لك انت. بيتين ما تحفظها مرة. ابغى بيتين. بيتين مرة ماني بحافظ من شيء. بيتين ما تحفظ بيتين. طيب روح للغرفة خذ ورقة وتعال. في شيء في الغرفة؟ سم في شيء في الغرفه كاتبه انت؟ ايه. طيب روح الغرفه وتعال نستاذن عبد الخالق. تعال جنب عطنا الابيات ذي. طيب اورنس اورنس بقول لك شيء يا اورنس حبيبي. سم الجد والله اتكلم في التصفيات الناس املوا عليك شيء كثير. اللجنه املت عليك شيء كثير. احنا املنا عليك شيء كثير بصراحه. وين يا سعود؟ والله الدنيا كلها ضايعة. حتى في الكفي خذها كاش الدنيا تاكل. بتقهوي في الحلال. والله راسي صدع حبيبي اورنس جد والله اتكلم. سم فالناس كلها ممل عليك وشافت فيك يعني فيك موهبة معينة او فيك قبول معين. ممكن الكاميرا تحبك. بقول لك اياها من الاخر. الكاميرا تحبك لكن انت الحين اورنس ما حبيت الكاميرا ابدا. جد والله اتكلم. اطلع من هذا الجو كله وخل عنك لجه وما لجه. كل الشباب قاعدين يبدعون. لا احبها بس انها تخوف. لا لا فيك رسميه بزياده بشكل فجاه كذا غريب. عموما يا اورنس يا انك تثبت انك موهوب فعلا وهذا اللي كانوا ماخذين عنك الفكره او فعلا ان انت مو موهوب وخدعت الناس وخدعتنا. عندي كلمه في الكوره ملعبك. اسلم يا اورنس. انت طلعت بمبادره يعني قبل الايام الماضيه مبادره جميله جدا ومتفرده وهذا دليل ان عندك شيء جميل ما قد قدمته. جميل. ابغاك تحسب حساب حاجه يا اورنس يا اخوك اللي هي ان الايام تمشي سريعا ولا تدري لو قلتك على بودي من برايم ما تدري قد انتهى البرنامج او خرجت.
سابق الوقت. الوقت ترى ما هو بفيدك الآن، إحنا في اليوم 38، فاستعجل قدم لنا ما لديك، نبغى قصيدة، عطنا مبادرة، أظهر بشيء، لأني أدري أنا عندك شيء، فأتمنى تظهر يا شيخ. طيب شكرا لك يا رنس، يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا رنس في مال الله. طيب يا شاب، في فقرة المستثمر المتسابق الجميل عبد الرحمن غالب ما نزل له بوست خاص فيه، ونزل الباقي المتسابقين. احنا هنا في خذها كاش ندعم، جزانا الله خير، جزانا الله خير، والله يخلينا الله خيرا، نصحح احنا نصحح الاخطاء ونعوض. هل هي اعذرني يا وسيد، هل هي خطا الاعداد ولا لا. خطا المسؤول على العلاقات؟ طيب لا الاعداد. بقول لكم شيء، طيب عشان اكون منصف، عشان اكون نبي الصراحه. إيه؟ القصه كالتالي، تفضل. فريق دعم عبد الرحمن غالب تاخر اولا في ارسال البوست، والشيء الثاني ارسل البوست قديم، لكن هذا لا يعني انك يا اعداد المستثمر ما تنزلها في فقره المستثمر. عموما حتى لو جت متاخره تروها بوست يعني في دقيقه. لا او خالفك عبد الخالق، المعلومات اللي عندي وصل البوست الجديد قبل نهايه الحلقه، وقبل يمكن بعد بدايه الحلقه، ولكن خطا اعداد من معد فقره المستثمر. معد فقره المستثمر تواصلت معي اليوم، وراني ارسل لي صوره، حط هذا البوست حق عبد الرحمن غالب، وفيه كود التميمي، خصمه للتميمي، الله يعطيهم العافيه. وبالمناسبه وصلت ثيابنا امس، وشكرا جزيلا، يعطيكم العافيه، جميله جدا، ما قصرتم. عموما هذا البوست تبع عبد الرحمن غالب في فقره المستثمر. الرساله تواصلت لحظه تواصلت مع المعد، وقال وصور لي الشاشه اللي جت رساله من فريق الدعم، كانت 8:22 دقيقه، متاخره شوي. والشيء الثاني، البوست هذا بوست متكرر، بوست قديم، ومع ذلك كان حاب انه ينزل. من باب الانصاف هو تواصل معي شخصيا، قال ليش ما نزله؟ طيب 8:22 ما مداه ينزله. ليه؟ سهل ينزله في السيج، يعني انت عارف عبد الخالق مش اختراع ولا عموما. الله الله يخلينا ياخذها كاش، الله يخلينا. طيب اقول لكم شيء ثاني، الله يخلينا ياخذها كاش. ايش؟ في متسابق معنا اسمه الجعيدي، فجأة اختفى، ما ندري وين راح. في المطبخ ما له اسم، ولا هو في القرآن، ولا شيء. يا شاب علي جعيدي طلع ابراهيم. ما يسأل مفلح. موجود معنا الجعيدي هذا. ما يسأل عبد الله الجميري اللي تارك فقرته وغايب. ويقدمها على المتسابقين. لا لا، القرعة صارت اليوم وصارت يوم الخميس. أين علي الجعيدي من عندهم؟ ما يدرون أنه موجود؟ ما يدرون؟ قالوا لعلي الجعيدي أنت طباخ فنان، اطبخ الصيادية في واحدة من الزوايا وخلاص، ونعفيك من المطبخ. أتوقع أنه كذا. لا ليش اسمه ما نزل؟ لماذا لم يسحب؟ طيب اليوم سعد الغرمول طلع. ليش؟ يا أخي ما يبي لها ذهانة، ما يبي لها قرعة. ما يبغى له قرعه، ما شيء سعد الغرمول ولا زعل الجعيدي. اذا انت ناسيه المره اللي راحت يا اخي، اليوم جاتك فرصه على طبق من ذهب، ايش الفلسفه هذه اللي عندهم؟ يا اخي المطبخ تبي الصدق، انا كتبت اليوم يريدون ان يفكروا خارج الصندوق، وطلعوا من المجره، وطلعوا من كوكب الارض، وصاروا يغردون او يتفلسفون بخارج عن المألوف، يجيبون الغايبه، ينسون متسابقين، يظلمون الناس، يحطون اليات. المطبخ يا رجل ما ادري متى بيتعدل. كل ما قلنا هانت ايش؟ جد علم جديد. كويس انكم مركزين معي، الله يعطيكم العافيه. جد علم جديد. طيب ما شاء الله. اليوم في فقره المستثمر، بالمناسبه اللي بعض الشباب هنا مو راضين عن بعض الاشياء اللي تصير فيها، لكن ثلاث مسرحيات اليوم، انا بالنسبه لي استمتعت جدا جدا. لا فوق لا دقيقه استمتعنا. اليوم كويس. لا دقيقه، فوقها الضيف اليوم جاء. نعم، وهذا برضو على انتقادكم امس احمد بقطيان، برضو نتشكر احمد بقطيان اليوم. لا لان يعجبني من يصحح الخطا. اهدى دقيقه، عندي معلومه الان. احمد بقطيان ما هو اللي جاب، من اللي جاب؟ اسال وليد قشيره من اللي جاب. غير صحيح، اسال وليد قشيره. انا اتاكد دقيقة. احمد بقطيان دقيقه، خليني اكمل كلامي. ممكن اكمل كلامي؟ تفضل. انا قطعت احد. خليني اكمل كلامي. تفضل. يعجبني الشخص، يعجبني من يصحح خطاه بسرعه. احمد بقطيان الصراحه شيء يشكر عليه، انه عدل او انه صحح المشكله اللي واجهت اللي تحدثنا عنها امس باقل من 24 ساعه. أيه. وجاب نظيف جميل، استفدنا منه، المشاهد استفاد، والمتسابق كذلك استفاد، وكان حتى طريقه القاء جميل وسلس، وتوصل للشباب بشكل جميل جدا، يعطيهم العافيه.
والفقرة اليوم كانت جميلة، حتى المسرحيات اللي ذكرت عبد الخالق كانت جميلة جدا، جميلة 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 جدا، الشباب جد يشكرون عليه. لكن العتب البسيط لا زلت أقول التسويق لا زال فيه مشكلة فقط لا غير، في ضعف، في ضعف التسويق. أتمنى أن يكون في تركيز، يعني اليوم جابونا نواف للمختص نواف، أتمنى أنه يعني يكثرون الأيام الجاية مختصين، لعله عسى على الأقل الأسبوعين القادمة يكون في تكثيف كبير للتسويق عشان نشوف موجودات الشباب في التسويق. ممتاز. عبد الخالق ضيف اليوم أستاذ نواف، صراحة أنا استمتعت من أول دقيقة حضر فيها لآخر دقيقة، أسلوب سلس، وجه مقبول على الشاشة، يعني كذا الفقرة حياتي يا رجل. الآن تحس بالفعل إن فيه تسويق. برجع على نقطة مهمة جدا، أسلم. من جاب نواف الضراب أمانة أحمد باقطيان، أنا ما أدري هل فهد معيان عنده مشكلة مع أحمد باقطيان وجالس يستغل، والله معي مشكلة معه، هذا الظهور يمنحنا يمنح لفهد أحمد باقطيان اللي جابه، نعم. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فيه لا 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 غير بفضلي، لأن الأسبوع الماضي يا فهد لا دقيقة اسمح لي، الأسبوع الماضي أنت طيب قلت وأنت نواف قلت كان في ضيف جايبه تمام، واعتذر قبل الحلقة بربع ساعة، فلا تظلم أحمد باقطيان. ليش تقول أنت نواف؟ ما قلت شيء، ما قلت شيء، ما قلت شيء. سعود ما قلت شيء. لا تستغل الفقرة وتمرر. سعود لا تمرر. لا تمرر على اسمي سعود. دقيقة. فريق دعم عبد الرحمن غالب. مرسل الرسالة. دقيقة. طيب. فريق دعم عبد الرحمن الغالب هذه الثالثة مرسل الرسالة على الإعداد من عصر. بس إذا يشوف الساعة ما مشكلة. سعود أنا سعود لا تمرر على شيء، ما قلت شيء عن الضيف. أبدا ما تكلمت ولا تحب. ضيف أنت يا راجل افهم أركض. أنت قلت نواف. قلت الأسبوع اللي راح قلتهم في ضيف. أنا قبل ربع ساعة. أنا ما قلت شيء. قلته صح. أنا ما قلته. من اللي قاله؟ أنا ما قلته. قلت في ضيف. لا لا واعتذر لأسباب خاصة هو خلاص. ما دخل هذا اللي قلناه، ما ظلمناك يا مسلم. إيه يا مسلم من ظلمك يا مسلم؟ ترى أنا في الخيمة. الحمد لله الخيمة ما في المشكلة. الحمد لله أنا أحمد باقطيان أمس جلس الحالة في المجلس وضف النور وسأل نفسه ليش أسوي كذا وقام وجاب ضيف اليوم، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلي. تفضل. طيب عموما الضيف اليوم قدم شيء جميل جدا وفي صلب جميل وفي صلب التسويق، وإن شاء الله الشباب أنهم يستفيدون من هذا المادة اللي طرحها الأستاذ نواف، ونشوف تسويق كذا جميل واحترافي. وأعيد وأكرر التسويق هذا يا شباب مهم جدا لكم داخل البرنامج، ينقذكم بعد الله من البرايمات عليه 50% كذلك فلوس كاش. بعدين بعد البرنامج راح تعرفون إيش معنى التسويق، وإنه قيمة تدرس، قيمة تشترى بفلوس، يتعب عليها كثير عشان توصل معلومة منتج كلا المستهلك، خاصة المتاجر. بصراحة متاجر ممتازة جدا، يعني تحس انها الشباب يعني تعرف كيف يسوقون؟ الشباب يسوقون توزيع منتجات، يعتقد ان التسويق فقط بتوزيع المنتجات. اليوم الاستاذ نواف بدأ الحلقة بسؤال رائع جدا، يعني قال هل انتم مر عليكم يوم من الايام تشوفون منتج يعني مثل هذا رائع ولكن يحتاج تسويق؟ كم مرة قلتها؟ فهذا هو السؤال اللي دائما احنا نطرح على انفسنا، كيف نسوق لمنتجنا؟ سؤال رائع. نتمنى بعد من وليد فقرة اليوم حلوة، أتمنى الأسابيع القادمة أن يكون في تسويق حقيقي بعيداً عن المسرحيات، بعيداً عن الكاركترات، يكون في تسويق يعني كأني داخل محل، أبغى هذا التسويق. أحتاج أحياناً شوف هو ينوع في مرة، أحياناً في تسويق مباشر ما شفناه. لا صار إلا صار 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 عطى كل متسابق ثلاث دقائق دقيقتين تقريباً أتوقع ثلاث دقائق تقريباً بس سواها أي أول حلقة بس. أنا أتمنى تتكرر الآن. لا ما هي أول حلقة فقط. لا 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 لا, لا تكررت مرتين تقريباً ثلاث. شوف أنا الآن الشباب قاعدين يتطورون صح، استفادوا تسبوا خبرة، أنا أتمنى تتكرر مرتين ثلاث أربع مرات اللي هي التسويق المباشر. أنا أحتاج أني أشوف، مو بلازم يا أخي أني أستمتع وأضحك في الحلقة قد ما أنا الشباب هذول يستفيدون. إحنا هدفنا الأساسي في البرنامج البزنس التسويق، أن هذا يسوق المنتجة، هذا الهدف الأساسي. طيب فهد مأيان ونواف، أنتوا قلتوا لي قبل حلقة مع بعض انه في متسابقين شكوا لكم عن الاكل في المنتجع وانه مش كافي. نعم وفاء على عجاله. اعطني ايش المعلومه هذه لو سمحت. اتانا يمكن ثلاثه متسابقين، اقول اسماء ولا ما احتاج؟ لا بدون ذكر. بدون ذكر. طيب اتانا ثلاثه متسابقين، خاف الشيف يخاف اسمه من المطبخ لان الشيف هو المسؤول عن هذا. صح خلاص بكيفه هو. طيب لا لا لا. اتانا ثلاثه متسابقين قالوا الاكل غير جيد، الله يديم علينا النعمة لكنه غير مناسب للمتسابقين. يا أنا أشوف إن الأستاذ سعود قال كلمة وزعلوا عليه ناس كثير. المتسابقين يصفقون لك، أسمع صوت بالحين. نعم. واضح جدا أنهم كلهم مستاهين. شكرا. يعني صدق يعني. لحظة تسمحني فهد، بخليك تكمل تنوف لأن جتكم معلومة هذه قبل الحلقة. شاب لو سمحت مخرجنا
عطني الشاب في المجلس لو سمحت. شباب الله يصبحكم بالخير، اللي مو راضي عن الاكل في المنتجع وكذا يرفع يده لو سمحتوا. الجميع جميع 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 غير راضي. شكرا 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 يعطيكم العافيه. تفضل يا فهد. إيه الاستاذ سعود قال كلمه يعني كانه نوقش عليها وزعلوا عليه ناس كثير وهو يعرف، منهم الاخ عبد الرحمن كليب، ان اضبط الاكل يا عبد الرحمن كليب. ليش تزعل يوم قال لك سعود اضبط الاكل؟ الان المتسابقين يشتكون اغلبهم يخسر من فلوسه عشان يطلب من مرسول. يعني اول كما قلنا اول 10 ايام كان يا سلام بوفيه بوفيه وشغل جبار طعم هذا حق الحين سمتها. الحين المتسابقين يشكون من مساله ان الاكل ما يجي في وقته. طيب الاكل يجي بارد، الاكل يجي طعمه سيء، على حسب كلامهم ممكن تستضيف اي شخص منهم في الكونفشن روم ويجيب عندنا هنا. اي هل انشغلت انشغل الشيف بفقره المطبخ؟ ايه وانشغلت انت عبد الرحمن كليب صارت التميز؟ لا صارت التخرج، صارت التخرج السيئة. تقول حفلات سادس باء. طيب نواف تيمي، انا الصدق اهم علي انه يكون متسابق مرتاح بالاكل، الاكل اهم شيء. ليش تجبر المتسابق انه يحاول الوصول لجواله ووصول الاداره عشان يطلب المرسول، ولا يترجى احد عشان يجيب الاكل؟ ما الاكل ما عجبه، وله الحق فعلا انه الاكل ما عجبه، الاكل ما هو كويس صراحه. في اثنين متسابقين حاليا طالبين. كان الحماس كان الحماس في بدايه اول اسبوع تقريبا، كان الحماس بالاكل، كان الاكل يعني يظهر بشكل جميل وكان حار وفي تنوع بالاكل. لكن للاسف الاسبوع الاول عدى، كل شيء عدى معه، الاهتمام الدقيق بالاكل اختفى الصراحه، سواء من الشيف او سواء حتى من تنوع الاكل، حتى الاكل بعضه ما يلوكل. طيب بس على فكره بالمناسبه ترى يا شباب ترى تنطركم بوفيه مفتوح في الهانجر. طيب يقول اول الليل عشان ننصف يعني فيه شغل كبير. لا دقيقه لحظه اللي عاشه في لا 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 مو منهم. انا اقول لك الصدق المعلومات، الليله راعي وبكره راعي وامس راعي، يعني ما لهم علاقه. المطبخ اول الليل نبني قصر مفسي معالي، ولا اصبح الصبح لا رحنا ولا جينا. هذا نظام عبد الرحمن والاعاشه في المنتجع. حبيبي اول الايام تجيبنا بوفيه وتدلعهم وتعطينا سكر في مويه عشان ما نطلع برا، واذا كملنا شهر عيشه ما توكل. انا جربت الاكل قبل امس ما يوكل صراحه. والله يا سعود واقولها صادق والله ما يوكل. والله يا سعود انه حرام ان المتسابق اشوف العيال كل يوم يروحون لمحمد عيسى والشباب اطلبونا. ترى مو بلاش يا رعايه بمقابل، يعني احنا هذا. ما نطلب منك شيء انك تتبرع لنا. الان احمد ربك يا مسؤول الاعاشه ان فيه رعايات لليالي، يعني انت مرتاح من كذا وجبه، ليش تقصر في يعني؟ طيب. يمكن عنده ليالي محدوده، اليوم الليله بحريه، انا اعطيك من الان في رعايه جايته. طيب اوكي. عموما رساله للمسؤولين عن هذا الموضوع، الحمد لله نعم الله عز وجل وسر الله ان يديمها ولا يغير علينا، لكن مهم جدا الراعي يعني نوعيه الشباب واحتياجاتهم للاكل ونوعيه اكيد والتغيير، خاصة المتسابقين زي ما شفتوا الحين بالاتفاق ما هم راضين. خالق انا تدري فتكفون، هذا شيء مهم جدا. تدري ليش؟ أنا أعتقد يعني حرام انهم يدفعون فلوسهم تطبيقات ودنيا وشغلات عشان يعني ما هم بتوفر لهم هذا الشيء. انا اعتقد انه يمكن عبد الرحمن عشان يغريهم بصالة التميز والطاولة السوداء حق التخرج سادس باء، عشان من هنا نقلل جودة الأكل عشان يتحمسون الشباب لفقرة صالة التميز وكرة الإنقاذ. طيب على طاري صالة التميز نواف تيمي، عشان بنختم صالة التميز، إيش رأيك في آليتها؟ شوف من ناحية آلية أنا ما أتحدث عن مقدم عبد الرحمن هو مقدم مبدع وجميل الصراحة، ولا حضور بلا شك والله يصب عليه بالخير. يستاهل هذا الثناء عبد الرحمن مبدع، لكن المشكلة في التكرار بالفقرة، الفقرة صارت مملة جدا، ما صارت يعني تجبر المشاهد على متابعتها بسبب التكرار. أتمنى يكون في تنوع، أتمنى يكون في استحداث أسبوعي للفقرة، أتمنى يكون يعني في تنوع كبير بالفقرة عشان شوي تحلى الفقرة ويحضر ويكون فيها حضور كبير. الله يصاد التميز دي يا أخي، نجيب الكوزي مساج مثل قلته وتعطيني الجوالات، ما ادري ايش الحكمه انك تعطيني الجوال، يعني احنا نحرم من الجوالات تعطيني الجوالات عشان تسوي صوت تميز؟ وتجيب لي عصير اصلا، تجيب لي عصير يبغى له 10 ايام لين ينهضم. طيب شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لاخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات. بما ان انا يعني ختمنا بسالفه الاكل وما الاكل،
احنا في خير ونعم الحمد لله. اللهم لك الله يديم علينا. طيب فيه يتامى في بلد الله الحرام يحتاجون هالاكل، يحتاجون هالعطف، يحتاجون هالحنان، يحتاجون ريالات بسيطه جدا ياكلون، يسعدون، يتعلمون، يبدعون، يكونون لبنه في هذا المجتمع، يعيشون كما نعيش نحن، يحتاجون. من لهم بعد الله ان لم نكن نحن لهم؟ 300 ريال فقط تكفى اليتيم مدى الحياه، مدى الحياه. الموفق من وفقه الله. سعود عبد الخالق، صراحه هذا هو الهم الاول والاخير عندنا في البرنامج، بعيدا عن المسابقه والتنافس، بعيدا عن مزحنا وضحكنا، لكن احنا عندنا هدف واحد يجب ان نتشارك فيه جميعا، كذلك مع الساده المشاهدين، الا وهو وقف ايتام البلد الحرام ابطال املج. اتمنى جميعا ان نساهم، يعني تمسك جوالك خلال 10 ثواني تتبرع بمبلغ اللي تقدر عليه، احيانا ريالات هلالات، مو بشرط انك 300 ريال تكفى اليتيم، لا، نستطيع مثلا انا وعبد الخالق وفهد ونواف مجموعه نتشارك في يتيم واحد ونكفله مدى الحياه. فبتتبرع بالمبلغ اللي تقدر عليه، اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا الاجر. جميل جميل، يعطيك العافيه. فهد، يا من تصدق مال الله تبذله في اوجه الخير، ما للمال نقصان. المال عندما تدفعه للمسكين واليتيم والفقير وذوي القربى ومن هم في حاجة، والجمعيات الخيرية الموفرة التي توفرها لنا دولتنا الحبيبة المصرحة الموثوقة التي قائم عليها رجال ثقات نحسبهم والله حسيبهم، أنت لا تعطيهم، إنما أنت تدخر لنفسك في الآخرة، حتى إذا دخلت قبرك أتاك عملك الصالح في أجمل شكل، أتتك صدقتك تؤنس عليك وحشة قبرك، أتتك الصدقة يوم القيامة تنتشلك من 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 موقف الرعب الذي أنت فيه. أسأل الله تعالى أن الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أنا يا عبد الخالق بقول لك حاجة، تقريبا شبه يومي أدخل الرابط أشوف كم وصل الوقف في كل يوم، كل ما زادت نسبة لنسبتين أكون سعيد جدا. ليش أكون سعيد؟ وأنت عبد الخالق تكون سعيد، وانت يا فهد وانت يا استاذ سعود تكون سعيد، اليوم وصلنا ل 41%، وبرضه المشاهد يكون سعيد لانه سبب بعد الله سبحانه انه راح نكمل هذا الوقف ويكون سبب سعاده عظمى وكبرى لليتيم نفسه. يا رب يا رب يا رب يا رب، في اقرب وقت وفي اقرب وقت ان شاء الله ممكن انه نكمل هذا الوقف. اليوم وصلنا 41% واحنا ما كملنا الشهر الثاني، الحمد لله باذن الله انه ما يخلص الشهر الثاني ان شاء الله الا احنا مخلصين هذا الوقف يا رب. يعني بدعم الجميع ان شاء الله، بدعم المشاهد نفسه، ساعدونا في نشر هذا الوقف وفي اكمال هذا الوقف باذن الله، انه نحتفل سويا ونفرح سويا باكتمال هذا الوقف يا رب. الله يبلغنا يا رب. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. سعود طلبتني في تعليق مهم. ايه ان شاء الله باذن الله بكره، لا تقولون معلومه بعد، لكن هذه دعوه وصلتني خاصه، انه بكره ان شاء الله راح يكون فيه ليالي تربه بتقديم الاخوان المتسابقين مسلط الجبلي وسعد الغرمول، وهي سموها حكايه ديره. ممتاز. ليش كان ما دعينا؟ أنا دعيت لأني أحد أبناء هذه الديرة، وهذه الديرة اللي هي تربة أنا تربيت فيها ونشأت فيها وتعلمت فيها. يعني كانوا يقولون القدامى من علمني حرفا أصبحت له عبدا، ولا كنت له عبدا. أنا تربة تعلمت فيها حرفا، وبعد الله سبحانه وتعالى رزقت فيها أما من تربة، والنعم، ونشأت فيها طفلا. فأنا أكن لهذه الديرة كل الحب والتقدير والشوق، كيف لا وهي الآن تحتضن قبر والدي. الله يرحمه. فهذه الدير هي 70 نعم، الله يرحمه ويغفر له. هي مشاعر بالنسبة لي، يعني حقيقة يعني نشأت فيها حتى وصلت بداية الشباب في هذه الديرة، فالدعوة وصلتني غالية. وأنتم كما تعلمون نظام البرنامج يعني أنه يمنع حضور المقدمين مثل هذه الليالي، فأنا من هذا المنبر أنا أتقدم للأستاذ ناصر الغامدي ولإدارة البرنامج أنهم يسمحون لي بحضور هذه الليلة، لأن هذه الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا لأنه نشأ فيها. وكل شخص نشأ في ديرة ولد فيها تعني لها الكثير، فهذه الديرة وأهاليها يعنون لسعود العتيبي شيء الكثير صراحة. بس احنا عاتبنا أن الشباب ما دعونا. أنا أشعر لهذه الديرة بالانتماء، فأنا أتمنى أنه يسمح لي بحضور هذه الليلة، وألا أحرم الجلوس معهم بكرة إن شاء الله، لأني أنا متوقع منها الكثير ومتفائل بهالي هذه الديرة وإبداعهم.
ووفقه. واشكر لك عبد الخالق اللي تحت الفرصه رغم انك ختمت. تستاهل والله يعطيك العافيه ويرحم والديك. سعود متسابقين على الاداره، يا اخي انت ما بقيت تشيل تكلموا الاداره، كلم الاداره، الاداره ناصر كل من طلع. انتهى الوقت نواف لو سمحت. اليوم 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 سعود التميمي متلبس نواف، اليوم سعود العتيبي متلبس نواف التميمي. ليش؟ هو يعرف ليش. طيب تطب رسالة سعود العتيبي وصلت للإدارة. رفضوا. لا لا أتمنى لا تكسروا خاطر هذا اليتيم والله. لكم في الروم عند عند المتسابقين اصبح ما يطلبه المتسابقون وخذها كاش ما يطلبه سعود. اي والله. يا عيال ترى اجيب لكم اصبحت ترقيع يا عيال اجيب لكم معلومات يا عيال. لا ترى والله من المعلومات تستاهل اللي تجيبها ما منها تستاهل تستاهل وتستاهل تربه بلد غالي من من, من بلاد بلاد وطننا الغالي ويستاهلون هذه التربه والنعم فيهم والنعم فيك والنعم في خوارك والله يرحم والديك واهلها ناس كرماء لهم تاريخ تليد معروف سطر عبر التاريخ سبعة عام. أسأل الله تعالى لهم التوفيق والنعم فيهم. يعطيكم العافية شاب شكرا جزيلا. شكرا لك. برنامج البزنس أصبح قصايد وشيلات وكما قال أحمد العوض سابقا فكونا من هواش. يرجع أحمد العوض مرة أخرى ويقول فكونا من القصايد والشيلات. خذ كاش اسمعوا على خير يا رب وتقلل الشيلات عندنا والقصايد عندنا يا رب. وانه تصير يا رب قول امين انتم تصير فيها كلها سوالف لو انه يكذبون عادي. اول شيء بحترق ادفى لعيونك التحنان وبكفك المدفى لعيونك التحنان يا رب وتقلل الشيلات عندنا والقصايد عندنا يا رب. يا رب وتقلل الشيلات عندنا والقصايد عندنا يا رب. والنوادر والقصايد